ونفتحوا لقائنا وحوارنا مع ضيفتي بوتينة العسال. صباح الخير بوتينة. صباح الأنوار. صباح النور. صباح الخير بوتينة، مرحبا بك. شكرا، أهلا بك مجددا حليمة، أهلا بالمستمعين الكرام، بالطاقم ديال برنامج لقاء مفتوح مع حليمة العلاوي. الله يحفظك بوتينة، مرحبا بك، وأنا سعيدة بالتواصل معك. غادي نختموا أسبوعنا بوتينة دائما بالحديث حول جروح الطفولة، لأن البارح تكلمنا على هذا الموضوع، ما سعفناش الوقت باش نتكلموا على كل النقاط بوتينة، لأن هذا الموضوع فيه بزاف ديال الزوايا ممكن نطرقوا لها. فاليوم شنو كتقترحي علينا بوتينة؟ يعني شنو هو الجرح اللي غادي نتكلموا عليه في الصباح؟ اليوم غادي نهضروا على الجرح ديال الظلم أو جرح العدالة. هذا الجرح هذا اللي كيلخص كلمة ولا جملة ديال لم يتركوني أكون كما أنا. بمعنى باش نقربوا المستمع أكثر. أكيد، فالجرح ديال الظلم اللي كيتلقاه الطفل ما بين 4 إلى 6 سنوات كيكون غالبا ما عنده شي أب ظالم وبارد ومعنف. كيعنف الأطفال ديالو. فالطفل يلا هنا كيبدا يكتشف عيوبه، يلا كيبدا يكتشف حتى مميزاته، فما كيخليش يكتشف راسه، ولا الأم ديالو ما كتخليش يكتشف راسه، بأنه في ما كيدير شي حاجة خاطئة كيتعنف الطفل هذا بأبشع الطرق. عنف نفسي أو عنف جسدي. يعني في ديك الفترة احنا تنعرفوا بأن الطفل تيكون غاوي اكتشاف كما تنقولوا، يعني بغي يكتشف، بغي يجرب، بغي يلعب ويطيح ويهرس، بغي يتعرف على المحيط دياله يعني بطريقته الخاصة. هنا تيكون اللي تنعيطوا له أو اللي كنسميه بالدارجة القمع، يعني هالطفل هذا تيتقمع. اكزاكتومون، كيتقمعوا ليه حتى العيوب ديالو، ربما بعد مرات المميزات اللي هي يلا بدات كتبان ما غتكونش كتبان على حقيقتها. فاون فوا هذا الطفل هذا كيبدا يكتشف ذاته، كيتمنع انه يكتشف ذاته، فهنا كيشكل واحد ذات اللي هي مختلفه عليه واللي ماشي ذاته الحقيقيه، هي ذات اخرى من صنع الابوين ديالو. نعم تفضلي. يجب أن ننوه أن هاد الأطفال كيتعرضوا للمقارنة بينهم وبين الأقارب ديالهم. شوفوا ولد خالتك جاب مزيان، شوف أنت مالك ما كتقرش مزيان في المات، شوف لالك فلانة جابت مزيان. المقارنة، فالطفل كي المقارنة والتفرقة حتى ما بين الأولاد ولا ما بين الأطفال، مثلا كيفضلوا أخته عليه، كيفضلوا هو على أخته. فهنا الطفل كيبدا يقول علاش أنا كنت عرض هذا الشيء، علاش أنا من دون الناس كنت عرض هذا الشيء. خصوصا فاش كيوصل لست سنوات وكيبدا يعرف أنه عايش مع أب بارد وظالم ولا أم ظالمة وباردة، فهنا كيبقى يقول علاش أنا كنت عرض لهذا الشيء. فكيحس بالظلم، كيحس بالانجستيس تجاهه. كي اللي غيسمعنا الان يقول لك كيفاش ام ظالمه واب ظالم، تحت ما تيبغي يظلم وليداته، كل شيء كيبغي يعني وليداته يكونوا في احسن صوره، واغلبيه ديال الوالدين يعني تيكون عندهم واحد العطاء. فهنا غير باش نوضحوا الفكره اكثر بوتينا، ملي تنقولوا اب ظالم ولا ام ظالمه، يعني تصرفاتهم تيكونوا يعني بشكل لا واعي مدمره لهذاك الطفل، يعني من باب انني باغي نربيك احسن تربيه. أكيد. لكن الطريقه تتكون غلطه، هي باش نشرحوا للناس. نعم اكيد، اسمحوا لي بعد القط ديالي وقيلا كيدير لكم طاجيز. لا انا ما سمعتش. غادي صافي. انا غادي نرجع لك لهذه النقطه هذه. الاب ولا الام الظالمه هما تعلموا غير من الابوين ديالهم. كانوا كيصحاب لهم باللي العنف الجسدي ولا النفسي غيدير في ولدي النفس، ملي غنقارنو بولد خالته غندير فيه النفس باش يقرا. أيه. فهو يا هذه هي الطريقه باش تربى بها، فكتحب لي هذه هي الطريقه الصحيحه. الطريقه اللي تكلمنا عليها يعني يوم امس، الطريقه المتوارثه.
أكيد أكيد طريقة متوارثة. وبعض المرات لأن الآباء ربما كيسحب لهم أن الأم هي اللي كتعطي الحنان وكل شيء، هو غير كيدير واحد الأدوار معينة، فكينسى يعطي الولد العاطفة. العاطفة دي الأب هي مهمة جدا، سورتو إذا كان كانت بنت. العلاقة ديالها مع الأب ديالها خصها تكون فيها واحد العطاء اللي هو عاطفي كبير. فهو كيدير غير الأوامر، فكيبدأ كيبان الطفل ديالو بارد. نعم هادشي اللي كيخلي الطفل فاش كيكبر كيولي اكبر مخاوف البرود ديال الناس معاه في العلاقه. كيولي كيخاف من البرود في العلاقات ديالو الانسانيه، ولكن في الحقيقه هو راه بارد حتى مع نفسه. نعم هذيك البرود اللي هو اكتسبها واللي شافها، ولا بارد حتى مع راسه، ولا بخيل ما كيصرفش على راسه. علاش؟ كيشوف راسه ما كيستحقش داك الفلوس اللي كيضرب عليهم تمارا، فما كيخسرش على راسه سنتي. نعم اكيد العاطفه ديال الاب مهمه جدا، العاطفه ديال الام مهمه، كيف ما العاطفه ديال الاب كذلك مهمه جدا بوتينا. وهاد العاطفه كتجلى في التصرفات، في الطريقه ديال التربيه، في الطريقه ديال الكلام، في الطريقه ديال النصيحه، في الطريقه ديال التحفيز كذلك. لان حتى التحفيز مثلا كاين بعض الاباء يعني تيحفزوا بالطريقه ديال لا شوف ولد خالتك راه جاب 19 انت يلا جبتي 10، أو مثلا خاصك تكون في واحد المستوى معين وتتسناو من داك الطفل وتكونوا واحد توقعات وانتظارات فوق الطاقة ديال داك الطفل. فهنا ما تنساهمو شي في بناء شخصية الطفل بقدر ما كان هدمو ديك شخصية ديال الطفل ديالنا. فالماضي وجروح الماضي مستمعينا أكيد كتلعب دور كبير جدا، خصوصا ملي تيكبر الإنسان. يعني ملي تيكبر الإنسان راه كيجر معاه الماضي وتيجر معاه جروح الماضي. الفني في صلب الموضوع. نرجعوا لك بوتينا العسال. كيف ما قلنا الماضي ديالنا كنجروه بالزوين وبالخايب، لكن مع الاسف ملي تنجروا الخايب اكثر من الزوين هنا تيولي عندنا او تيتشكلوا عندنا مجموعه من الاضطرابات او من العقد النفسيه. بوتينا اكيد شوفي الاغنيه اللي سمعناها قبل قليل هي كتوصف بالتدقيق الشخص اللي كيعاني من جرح ديال الظلم. فهاد الشخص هذا ما كيكونش كيعبر عن المشاعر ديالو مع الاسف. غتسمعوا كيقول ماشي مشكل، لا ما وقع والو، لا انا مزيان، لا عادي، هادشي كاع ما اثر فيا. الوغ كو هو حتى شي حاجه ما مزيانه، حياته كتحترق وهو ديما كيبان على انه ايجابي وان حتى شي حاجه ما وقعات. ديما عنده ماشي مشكل، هو الداخل ديالو راه تجرح وراه بقى فيه الحال وراه تقلق، ولكن ديما باش يحمي راسو وباش يخبي الجروح ديالو كيقول ماشي مشكل. اي مره كيتأذى فيها ربما حيت تربى على القمع، ربما يعني ما كانش كيفصح على المشاعر ديالو ملي كان صغير، لانه كان كيتعنف كل مره كان كيعبر فيها على الرغبات ديالو على المشاعر ديالو. فهو كيخاف على انه عبر على المشاعر ديالو الشخص اللي قدامه غادي يبرد معاه في التصرف. وهنا غادي نرجعوا حتى للصمت العقابي اللي كيمارسوه الاباء على الاطفال ديالهم. اللي ممكن نتحدثوا عليه مره اخرى، الصمت العقابي وشحال كيأثر على النفسيه ديال الصغار ديال الكبار. نعم. شنو باقي لنا في جرح الظلم او العداله بوتينا العسال؟ شنو هي النقطه اللي تبغي تطرق لها؟ النقطه اللي غادي نبدا نطرق لها هو ان المميزات الجسديه ديالو كتكون العيون تلمع، وكيكون الجسد المثالي، كيكون اللبس المثالي، كيبان لك 10 على 10. علاش؟ هذا الشخص من كثره ما هو كانوا معاه الابوين ديالو اكزيجون لواحد الدرجه ما كتخيلش، ولات عنده الشخصيه الكماليه اللي كتسمى البيرفكسيونيست. نعم المثاليه، دائما يدير كل شيء صحيح. من بين الكلمات اللي كيستعملها بزاف هو مثلا نقولوا انا كنحترم القانون، انا ما كنرضاش هادشي يكون، انا انسان صريح، انا كنقول الحقيقه. دائما كتلقاه كيقول بحال هاد الكلام لانه دائما باغي يدير كل شيء بشكل اللي هو صحيح ولكن بشكل مبالغ فيه. بشكل مبالغ فيها. ما هي زعما الواحد مزيان يكون صريح. مزيان، ولكن كيكون صريح حده
لانه كيقدر يتجاوز الحدود ديالو قدام الشخص الاخر، لانه فاش كان طفل كانوا الابوين ديالو كيتجاوزوا الحدود ديالهم ما تعلمش الحدود. فمن بين الامراض اللي كيكون معرض ليها هو البيرن اوت اللي تحدثنا عليه، واضطرابات في النوم، وايضا الجسد ديالو كيرياجي بلي فاريس، كيلو عنده لي فاريس بزاف، لانه تالمو باغي يكون مثالي. فهنا كغياكم الدماغ ديالو كيقول ليه عرفت شي حاجه ممكن تكون مثاليه، احنا البشر طبيعتنا ماشي مثاليه، احنا لسنا بمثاليين. فالمثاليه راه خدعه، والنقص اللي عندنا احنا البشر والعيوب ديالنا هما اللي مخلينا اصلا مثاليين. صحيح مثاليه في هذاك النقص اللي قلنا، وحنا هضرنا البارح حدثنا على ان الحياه كلها ناقصه. نعم، فالنقص ديالها يمكن المثاليه ديالها. معناتها نخليك تكملي الفكره بوتينا. نعم نعم، كيف ما تحدثنا قلنا انه ما كيقدرش يسعد راسه باي شكل من الاشكال، دخيل مع نفسه لدرجه ما كتخيلش. دخيل هذا الشخص ما كيقدرش يعطي راسه حتى شي حاجه زوينه، لانه ما عرفش يعطي راسه، ما خلاوش يعطي راسه شي حاجه اللي هي ايجابيه. دخيل في المشاعر، يعني في المشاعر في اي شكل، الماديه ومعنويه، ما يشريش راسو احسن حاجه، ما يعطيش راسو كاع داكشي اللي خاصو يتعطى، لانه ما تعلمش هادشي، ما خلاوش الطفوله ديالو يجربوا يكون عنده موت اكتشاف. مع الاسف كيعيش حياته كامله في واحد القوقعه ديال باغي غير يبان مثالي للناس الاخرين، باغي يكون شالوغو في الهضره، باغي غير يلطف الاجواء في العلاقات باش الناس ما يكونوش باردين معاه، عايش واحد القوقعه باش يبان الناس انه مثالي. فهنا ما كيخليش يدير حتى شي حاجه اخرى لراسو، كيبقى يدير غير للناس. نعم لان فاش كيكبر كيولي يشوف الناس هما داك الشخصيه ديال الابوين ديالو اللي باغينو يكون، ما كيدير حتى شي خطا ويكون مثالي 100%. نعم، فاذا كيف ما شفنا معك بوتينا العسال، جروح الطفوله كثيره ومتنوعه، شفنا اليوم معك جرح الظلم او العداله، خاصه ملي تكون واحد من الابوين يعني كيمارس بشكل ارادي او لا ارادي على الطفل ديالو هذا النوع من التعامل اللي تاثر بطبيعه الحال في الشخص ملي تيكون طفل صغير، واللي تاثر بشكل اكبر واضح ملي توصل الإنسان لواحد المرحلة عمرية معينة. فما بقى لي إلا نقول لك بوتينا شكرا جزيلا لقبولك دعوة البرنامج، شكرا لك، شكرا لك، استمتعت معك واستفدنا معك من خلال تواصلك معنا، ومرحبا بك في حلقة مقبلة بإذن الله. بإذن الله، شكرا لك، جد سعيدة تواجدي معكم هذا الأسبوع على مثل هذا البرنامج رائع اللي من تقديمك حليمة وبالمجهودات ديال الطاقم، وكنحييكم كاملين وشكرا لكم، وشكرا للإذاعة الوطنية على هذه الفرص الزوينة اللي كنناقشوا فيها أشياء غتفيدنا احنا كمغاربة. شكرا جزيلا لك، والإذاعة الوطنية هي دائما داعمة للكفاءات.